أهلا فيكم حبايبي برج الميزان، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا بتقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك. طبعا مثل دائما خد من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب او بيفيدك او بيختمك، لانه القراءة منطقية يعني مش راح تنطبق على الجميع، واترك اي اشي بتحسه سلبي بالقراءة، او يعني لا تجبر القراءة إنها تنطبق عليك. راح نبلش أول بطاقتك أنت، بعدين طاقة الحبيب والشريك، خطواتك في المستقبل، خطواته هو أيضا في المستقبل، وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم. بعدين إذا حبينا نوضح أشياء ممكن نسحب كروت للتوضيح. طيب نبلش أول بطاقتك أنت يا برج الميزان. نبلش بكروت النصيحة. برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك أكتر بهالفترة، مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه، الحبيب أو الشريك، لأنه كروت النصيحة بتحكي لك be willing to express love، يعني خلي في عندك مجال انه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه. ايضا ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة او افعال بسيطة اللي ممكن تبين او توضح للشخص اللي عم تتعامل معه انه انت بالفعل بتهتم فيه. إذا أنت لسه عم تفكر بالماضي أو شخص من الماضي أو ذكريات من الماضي، كروت النصيحة بتحكي لك أيضا اترك الماضي في الماضي، يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لأشياء جديدة تفوت بحياتك. امشي في الطريق في الطريق الجديد اللي انت عم تمشي فيه حاليا، بطل انه الافضل انك تبطل ترجع للماضي او تتذكر اشي خلص المفروض انه تسكر عليها الباب. ايضا خلي عندك عقلية منفتحة اكثر بما يخص مجالك العملي او حتى بالمجال العاطفي، يعني ممكن يكون في أشخاص عندك حاليا، اسمح للأشخاص إنه تعطيك guidance أو تعطيك مساعدة أو تحاول إنه تساعدك، لأنه في أشخاص عم شوف عم تحاول إنه تقدم لك النصيحة وتساعدك، ولكن أنت مش كتير متقبل الوضع أو مش سامح كتير للوضع. طيب هايدي كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت يا برج الميزان، عم شوف في عندك فكرة بما يخص المجال العملي جديدة أو فكرة صغيرة، أو حابب تتواصل مع شخص إذا مش بالمجال العملي، حابب تتواصل مع شخص أنت بتعتبره أمنية بالنسبة لإلك، تعتبره تتمنى
في أمنية أنت حاليا ماخذ طريق وعم تسعى إلى تحقيقها؟ للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي، وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي. ولكن بما إنه القراءة عاطفية، في شخص أنت عم شوفك في طريقك إلى إنك بدك توصل لهالشخص، بدك تقابل هالشخص، بدك تحكي مع هالشخص، أو حتى ممكن عم تستنى مبادرة أو رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه. بالنسبة لطاقة حبيبك أو طاقة شريكك، عم شوفه ممكن الأبراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية، ممكن يكون برج الحمل، برج الأسد، الغالبية أبراج نارية أو ترابية، بس ممكن يكون أي برج آخر. لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه، عم شوفه عم يتطلع عليك من بعيد، أو عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد. ما عم شوفه عم ياخد أي خطوة حاليا بأنه يتقدم نحوك أو جهتك، لأنه العامل المشترك اللي بينكم إنه في طرف منكم رافض عرض حب أو رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم، في resistance أو في طاقة صد أو طاقة رد بينكم الاثنين. فعم شوف أنت الاشياء اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها، ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره، وعم يراقبك من بعيد. نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة very authoritative، او كتير مثل نظرة عمل أو بيزنس، أو نظرة كتير حادة، نظرة كتير قاسية. يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة، وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك أيضا. يعني ممكن يكون في أيضا، مش فقط ناري برجه، ممكن يكون ناري وترابي، يعني بالخارطة الفلكية عنده في إشي ترابي، لأنه الأبراج الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كتير. أيضا عم يشوف الشخص إنه أفضل طريقة لحل الأمور بينكم حاليا، أو أفضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا، إنه هو يمشي أو ما يتخذ قرار، أو فقط observing أو يراقبك أنت، يراقب تصرفاتك أنت، أفعالك أنت، لحتى يعرف ياخد قرار. أيضا إذا كنت أنت من النوع العصبي أو متقلب معه، هالشخص عم يحاول أنه يحتويك أو يحتوي العلاقة. ممكن أيضا عم يحاول يسيطر على غضبه، على تهوره أو الطاقة النارية اللي فيه. عم شوفه كتير عم يحاول إنه يكتم هالطاقة أو يتحكم في غضبه. بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان، عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما أو بشأن العلاقة اللي بينكم. في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل، ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون في نزاع ومشاحنات، سواء كان مع هالشخص أو سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم، لأنه في competition هون، في منافسة هون. يعني ممكن يكون في بينك وبين الشخص أيضا منافسة، ممكن أنتوا الاثنين، لأنه عندك
كينج هون وعندك ملك أيضا هون، فالشخصيتين هدول شخصية قوية، شخصية متحكمة، شخصية متسلطة، فعم شوف ممكن بينكم يكون في صراع على السلطة. انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة. ممكن ايضا انت اللي، للبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص، ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة، مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي، وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي، لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر، فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي، ولكن انت مستعد انك تحط هالمجهود. ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة، او قادر على انك تتحدى هالشخص وجها لوجه. بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل، حبيبك عم يستنى خبر منك، عم يستنى تواصل معك أو كونكشن معك، لأنه 3 of Wands بتحكي على عم يستنى خبر منك، أو عم يستنى هالشخص رسالة منك. أيضا هالشخص بده تكملة بالعلاقة، أو بده يوصل إلى نهاية أو حل بالعلاقة، أو بده يختار قرار أو اختيار بالعلاقة. إذا في بينكم بعد بالمسافات، أنت في بلد وهو في بلد آخر، لأنه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة، هالشخص بده هاد سايكل أو هالدورة توصل إلى اكتمال. يعني بده، عم شوف أيضا الطاقة المشتركة اللي بينكم Ace of Wands، يعني هالشخص بيطمح إلى بداية جديدة بعلاقتكم. بدي أوضح فقط للشخص الآخر، هو هل عم ينتظر؟ يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا، أو اللي مش عم يحكوا مع بعض حاليا، ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار، ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك. ممكن أيضا هالشخص يكون هو الشخص اللي أنت مخطط أو ناوي تروح لعنده، أو تروح في طريقه، لأنه أنت في طريقك بدك تروح إلى حلم أو إلى أمنية أنت بدك تحققها، شخص أنت بتعتبره وش، بتعتبره أمنية. فبدنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون، القرار هو رح يوصل إلى اتخاذ قرار، بس أنا بدي أوضح شو هو القرار اللي رح يتخذه هالشخص. عم شوف لسه بقراره، حتى أيضا بكرة التوضيح، إنه هو عم ياخد قرار بالصمت، أو عم ياخد قرار بإنه يتمسك بموقف معين هالشخص. ممكن أيضا عم تتعامل مع برج العذراء، إنه هالكرت بيتبع برج العذراء أو برج ناري، والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معه مبين إنه هو شخص عنيد، لأنه في نقطة هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره أو يتنازل عن يتنازل عن كرامته أو يتنازل عن اختياره، إلى أنه هاي هالكرت نفس هالكرت 3 of Wands، إلى أنه مستني خبر منك، مستني إشي
منك، مستني ردة فعل منك، رسالة، خبر، ولكن هو مش مستعد إنه هو اللي يقوم بالمبادرة الأولى أو بالخطوة الأولى، ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى إلى بداية جديدة معك. ممكن أيضا لأنه مبين، أوكي، فذا فول كارد، فمثل ما حكيت لك يعني هاي ايس اوف وانز، بدايات جديدة. أيضا ذا فول كارد ممكن تكون شخص عفوي، علاقة عفوية، تواصل عفوي، فهالشخص بيريد هالإشي، بده هالإشي منك. بتوقع طاقة الريزيستنس عم تيجي أكتر منك أنت، من برج الميزان عم تيجي أكتر منك، لأنه بكروت النصيحة وأيضا بالطاقة اللي محيطة فيك أنت اللي أكتر عم حسك عم تفل أو عم تبعد أو مستعد إنه تعمل المستحيل مشان تثبت وجهة نظر معينة. أيضا ممكن تكون أنت متناقض بشأن شخصين أو بشأن شيئين، ولسه ما اخترت أو ما وصلت إلى قرار نهائي، أو عم تشوف إنه أنت ممكن تكون محتار أيضا بين نقطتين، نقطة إنك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية، أو إنه بدك العلاقة تكون جدية، لأنه مش واضح عندي أنت هون شو بدك. يعني في فقط disappointment أو في خيبة أمل من الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص، ولكن ممكن تكون أنت متناقض بين هالفكرتين. ممكن يكون في جانب منك بده العلاقة تكون smooth و easy going وبسيطة، وفي جانب آخر منك بده العلاقة تكون جدية أكتر. فممكن أو أنتوا الاثنين لأنه طاقة مشتركة، فممكن أنتوا في حيرة وتناقض من أمركم، إنه أو في حتى خوف ممكن أو توتر أو قلق من إنه إذا ممكن تكونوا أنتوا أصدقاء، ففي خوف من إنه إذا تطورت العلاقة بينكم أو إذا عطيت مجال للعلاقة إنه تكون جدية، إنه ممكن تخرب الأشياء الأخرى اللي بينكم، ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم، أو ممكن إذا فشلت العلاقة الجدية ممكن إنه يعني تخسر هالشخص أو هو يخسرك إلى الأبد. ففي خوف من هالناحية، في تشوش من هالناحية، في عدم القدرة على الاختيار بين إنه العلاقة تكون عفوية أو تكون جدية. مش مبين إنه في تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر، ولكن الطاقات دائما تتغير، يعني على حسب تصرفاتك أنت، على حسب اختياراتك أنت بتتغير. ولكن من الطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا في فترة اختيار لقرار معين، او في مفترق طريق انت وهالشخص، مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقضوه في شوية عزلة أو انفصال على بعض، لأنه عم شوف هالشخص أيضا. لا تنسى إنه كرت The Hermit شخص عم يبحث عن التنوير، التنوير الذاتي، التنوير الروحاني، فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا أيضا مثلك، ممكن يكون عم يلجأ إلى التاروت، ممكن يكون عم يلجأ إلى الأبراج أو أي إشي يخص السبيريتواليتي أو يخص الروحانيات. فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه، سواء كنتوا مع بعض أو مش مع بعض، أنت وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات أكثر، تنوير النفس أكثر، بالذات أنه أنت
عم تبحث على أمنية معينة. أوكي، فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير، ولكن انتو حاليا في رح يكون هالشهر فترة يعني أو وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب أمورك بخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه، بخصوص العلاقة، لحتى توصلوا إلى قرار. أيضا هالشخص عم يفكر، فالطاقة مبين إنه رح تكون لسه سموذ، لسه هادية، ما رح يصير أي في أي تغيرات مفاجئة. أوكي حبايبي برج الميزان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت القراءة لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير.